السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، مازلنا مع قناة تفسير أحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، يلا نتكلم عن أحلام ورؤية دالة على الرزق الواسع إن شاء الله تبارك وتعالى في المنام. من الأشياء الجميلة جدا في قضية الرزق الذهب، السلسال الذهبي، أو أنني أجمع الذهب، أو أنني أشتري الذهب. بالمناسبة قضية البيع بنسبة 99.9 مذمومة، أي بيع، إنما الشراء محمود. فرؤية الذهب، شراء الذهب، تجميع الذهب، وأحيانا تجميع الذهب بدل على تحقيق أمنية كمان. فكل هذه الرؤى المتعلقة بالذهب، وليس كما نسمع، كويس أنا افتكرت، ليس كما نسمع من بعض المفسرات الذين لا يفقهون شيئا. ذهب، ذهاب شيء. جبتوها منين دي؟ ان شاء الله جبتوها منين دي يا جماعه؟ انا مش طالع اعلق على الناس، ولا طالع اعلق على المفسرات او المفسرين، ولا طالع اقول ان انا اللي بفهم. انا راجل بتكلم بقال الله قال رسوله، ودايما بحب الدليل. نرجع لعلمائنا القدامى وعلى راسهم محمد بن سيرين. الكتاب مش بعيد عن الناس، يعني ممكن تروحوا للمكاتب وتشتروا الكتاب وتدخلوا على باب الذات كلمة الذهب وتشوف محمد بن سيرين قال الذهب يعني ذهب شيء ولا لا. ده كلام حريم، كلام نساء احنا توارثناه، وللأسف الجماعة دول عشان ما بيذاكروش ولا تعلموش تفسير الأحلام يقول لك الذهب ذهب شيء. يا سلام، يعني سبحان الله العظيم، وتتعبوا الناس وتقهروا الناس وتخلوا الناس ان هم يعني يزعلهم ويتضايقهم. والرؤية محمودة وانت بتقول لهم معنى سيء، يعني في خير قادم ورزق واسع جاي للشخص، وانت تقول له ده في حاجة هتروح منك. حاجة غريبة جدا. فقضية الذهب عرفناها. بعد كده من الاشياء الجميلة جدا مما يؤكل او يشرب تدل على رزق وتغييرات ايجابية وتحقيق اماني، وحتى كمان يعني روح اسمعوا الفيديو ده الموجود على القناة بعنوان تفسير رؤية الملوخية في المنام. رزق قادم ورزق غير عادي من الرؤى الجميلة جدا في قضية الملوخية الخضراء، مش اليابسة باللهجة المصرية، مش الملوخية الناشفة، الملوخية الخضراء جميلة جدا تدل على الرزق القادم بإذن الله تبارك وتعالى. رؤى سيدنا يوسف، أنا مش عايز كلام، يعني سيدنا يوسف في البداية كان بيترمي في البير، حقد من إخواته عايزين يقتلوه، في النهاية كان على خزائن مصر خلاص كده. فرؤية سيدنا يوسف في المنام من الرؤية التي تدل على الرزق القادم إن شاء الله تبارك وتعالى لك في الفترة المقبلة. طيب، رؤية الخيط الأخضر، اللون ده، لون الأخضر، اولا اللون الاخضر لون ثياب اهل الجنه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، قولوا امين. فاللون الاخضر في المنام رزق قادم وصلاح حال باذن الله تبارك وتعالى، وان حياتك هتكون مستقره ماديا، فهي رؤيه تعتبر محموده باذن الله تبارك وتعالى في الفتره القادمه. رؤيه عقد العمل، بس بشرط ان التاريخ اللي موجود في عقد العمل ما يكونش التاريخ في الماضي، ده دي كارثه، حاجه مش كويسه، مش هفسرها طبعا، دي مش موضوعنا. لكن انا بمضي عقد وهبدا اشتغل بالتاريخ في المستقبل لسه، رؤيه تدل على الرزق القادم باذن الله تبارك وتعالى. تدلنا في اللقاءات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.